السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ قمر. اليوم جبت لكم خبز اللي هو الفوغاز. نبداو في المقادير. عندي 3 كيلات فرينة، نص كيلة زيت زيتون، مغرفة كبيرة حليب بودرة، عندي مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، مغرفة صغيرة تاع السكر، ومغرفة صغيرة تاع ملح، وعندي مغرفة صغيرة تاع خل وحبق او زعتر كيما تحبوا، ونلموها بالماء. وفي الاخير باش نديرها زيتون ديال النوايوتي اللي تكونوا غليتو واحد 3 خطرات وتبدلوا له الماء تاعو، وسوا ترونش تاع قارص باش يقعد عنده نكهه مليحه وما يتبدلش لونه. نبداو في تحضير الوصفه تاعنا. في العجان ندير هذوك، وطبيعة الحال الفرينة اللي تعبروا بها 3 كيلات كملوا بها زيت زيتون اللي هي 3.5 زيت زيتون، نفس الكيل كملوا به الزيت. لو سيو عندك مواد الجافة، عندي هنا حليب بودرة راني معبرتهم، عندي خميرة تاع الخبز والسكر، نخلط كاعديك مواد الجافة هكذا. العجينة تاع الخبز تاع الفوغاز لازم تكون من الداخل تكون بصه، نرمي هذيك مغرفة صغيرة تاع خل، في هذا الوقت نرمي لها مغرفة صغيرة تاع حبق، تمد النكهة مليحة الفوغاز. دروك نرمي لها الماء تدريجيا حوالي عبار ونص ماء، في 3 كيلات عبار ونص ماء، وانتوما كوحدوا الفرينة تاعو. لمت لي العجينة، في هذا الوقت ندير مغرفة صغيرة تاع الملح، ما تكثروش، دير هكذا كمية صغيرة تاع الملح على خاطر الزيتون راه دير له معاك شوية تاع الماء باش يدخل في العجينة. شوف من بعد نعاود نزيدو، لازم القوام تاعو يكون الخبز البوكاس ما تخليهوش جاري هكذا. ها العجينة لازم تحكموا فيها، قلت لكم حوالي ترفد كيلو ونص الماء، وكل واحد الفرينة كيفاش مزيا هكذا. هذيك الوقت نرمي في الاخير باش نرمي الزيتون تاعو. ما نحتاجوش كي نرمي بالزيتون، ما نحتاجوش ندلكو بزاف العجينه تاعي، راهي واجده. نغطيو العجين تاعي حتى نشوف الفوليوم تاعو دوبله. العجينه تاعي خمرت لي هكذا، راكم تشوفوا فيها نسوبودري الفرينه تاعنا في البلاطو يدخل الفرن هكذا، غير شويه ماشي بزاف، ونحبطو بزاف تاعنا، نحبطو هالخبز تاع الفوكاس يحبط قباله في البلاطو ماشي تواسيوه في البلاطو طخافاي تاعكم وترفدو، ما تنجموش لازم تواسيوه ديريكتومون في البلاطو اللي يدخل الفرن. نبسطوه تا نسييو نشلحو الخبيزه تاعنا هكذا هكذا هكذا. شوفو فيه قطعت هكذا قطعتهم، وسييو بواسطة يدكم سييو حلو هذوك الرينة خاطر هذا الخبز يزيد يخمر شويه، نخليوها يخمر شويه ومن بعد ما نحبسوش نديرو له لا صفار بيض ولا والو، نديرو له غير هكذا شويه كي بعد ما يخمر نديرو له هكذا شويه الفرينه غير هكذا كميه قليله ماشي حاجه، نزيد انا نخليه يخمر لي شويه
ونكون شعلت الفوق تاعي 220 درجة حتى نشوفو طاب. وبعد ما يطيب نخرجو نطليه بالزيت الزيتون. هذه مرحلة مهمة. بعد ما فلتي هذول الخبز تاعي تاع فوكاز راح طاب لي، وسيتو على 220، شد لي 15 دقيقة في الفوق راكم تشوفو فيه، ولا خرجتو وسيتو بالبانسو بزيت زيتون وراكم تشوفو فيه، ها راح طاب طاب لي ما شاء الله. وما تواسيوهاش عالي بزاف باش يجيكم خفيف. هذا ينتكل مع الشربه ولا حريره ولا اي حاجه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي وصيتها لكم، خبز الفوكاس. وخليتكم على خير في فيديو اخر مع طبقه رمضان ان شاء الله. وصحه فطوركم وصحه سحوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.